رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. نستقبل توا حارس مستقبل رجيش رياض جماعة اللي كان عمل أو تعرض لإصابة في رقبته متقطعة خلال المقابلة الودية ضد النجم الساحلي رياض. أهلا بك. السلام عليكم. مرحبا يا خويا، طمنا على صحتك رياض، لاباس؟ والله الحمد لله. كما قلت انت تعرضت لإصابة مقابلة نجم رياض الساحلي ولامس في الجمال، عملت كيف نقولوا الفحوصات اللازمة، طلعت ليغامون كروازي. اليوم مشيت معناها للطبيب، خذيت موعد في العملية وإن شاء الله باش يتكفل بها معناها رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي. أي تستبقت الأمور صحيحة، معناها الأخبار سمعناها إنه رضا شرف الدين مش تكفل بالعملية. أي صحيحة، هو اتصل بسي محمد علي العلوي رئيس مستقبل الجيش. أي. وكان معناها بادر باش ياخذ هو العملية ومشارج معناها. كيفاش جات البادرة من عنده؟ كيفاش؟ كيفاش جات البادرة من عنده؟ والله خاطر والله ما نعرفش بالضبط، معناها هو اتصل بسي محمد علي قال له خليها تجي معناها عندي البادرة، فهمت؟ خاطر اني معناها متكون في النجم الساحلي ولاعب سابق في النجم الساحلي. فهمتك. كيفاش كانت الضربة رياض؟ احكي لنا كيفاش كونتاكت وحدك كيفاش بالضبط؟ كرة بروفوندور خرجت الحقيقة مع سليمان كوليبالي، معناها كنت باش نونتيسيبي قبله، ساقي رخت طحت حسيلو قضى وقدر هذاك شحب ربي. معناها ما فماش حتى كونتاكت، ما فما حتى شيء. ظهر لي حسرة كبيرة، عملت موسم كبير انت في الليك دو، السنه كنت ننتظر منك تألق في الرابطه الاولى او العام مستقبل الجيش في الرابطه الاولى، التألق نتصور كنا نستناو فيه منك، انت جيت في وقت خايبه. اكيد اكيد حسره كبيره وهذاك ربي يحب، والواحد ايمانه كبير بربي وكهو الواحد يخدم على روحه وتو يعمل الاوبيراسيون وان شاء الله بشوي بشوي يرجع وكو. صحيح اكيد، ما زلت صغير نتصور ما زلت عندك قادر تبع ترابي يكفي ونشوفوك في المقابله، نجم نشوفوك على الموسم هذا ولا صعيب شوي رياض؟ اكيد لا نجم ان شاء الله. ايه تنجم. لا نجم. وقتاش تعمل عمليه؟ ما عادش ضربه معناها ليغامون كروازي ما عادش اختيارك كيما قبل. ايه صحيح. سانك مواضع في خمسة أشهر إن شاء الله نكون حاضر إن شاء الله. أي سادي فوق وقتاش تعمل العملية؟ وقتاش نورمالمون أنت؟ إن شاء الله نهار الأربعاء إن شاء الله. معناها فيس على نورمالمون إن شاء الله تخرج تكمل السيزون، سيرتو بعد قد ما بطولتنا فيها برشا تقطعات وهاو تأجل الماتش، نساوي خويا تخرج ونشوفوك العام الجاي إن شاء الله في الأبطال الأولى. نتصور هذا حلم، ظهر لي أغلبية اللاعبين مستقبل الجيش اليوم أغلبهم مش شبان معناها. اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله نخلط مع اصحابي ونعاونهم وان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهين في الموسم الاول نتاعنا في الرابطه الاولى. يعطيك الصحه، شكرا لك رياض. خليك في الاخر، عندك كلمه شكون تحب توجهها؟ رياض تسمع فيا، قلت لك لو كان عندك كلمه شكون تحب توجهها في الاخر؟ والله نحب نشكركم انتم ونشكر كل الناس كل اللي تفاعلت معايا، جوني بالحقيقه برشا تليفونات معناها من تونس الكل، فهمت؟ نشكر صحابي، نشكر الناس الكل، نشكر هيئة النجم الرياضي الساحلي الحقيقة اللي كما قلت لك بادرت، أكيد سي محمد علي العروي اللي واقف معايا من الدقيقة الأولى، وكهو الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يعطيك الصحة، شكرا لك رياض في على تدخلك معنا، إن شاء الله بالتوفيق في مسيرتك. موزيكا وبعد الأخبار وبعد نستقبل ونبداو تليفوناتكم بعد شوية حول الموضوع.